سلام البنات، جو فو تخوف اجوردي بوغ اون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو راح تكون على ان بوتي ماسك مقشر موحد لينا وللبشره، دونك نتخلصوا كامل من هذيك الخلايا الميته بوندون شهر كامل تاع رمضان، وندخلوا بيمبو دوس للعيد. دونك نسحقوا 4 مقادير اساسيه متواجده في كل بيت: ملعقه كبيره من القهوه بودغ، نسحقوا كيف كيف ملعقه كبيره من السكر كريستاليزي ولا سكر الحرش، كذلك نسحقوا اون كويير اسوب تاع زيت زيتون، اللي ما عندوش زيت زيتون يقدر يدير ويل دو كوكو، ما ديروش الزيت الطبيعي نو، نديرو ويل دو كوكو ولا زيت اللوز ولا هذا زيت زيتون. نسحقوا اوسي اون غروند كويير، دونك توجور لا ميم كويير اللي قسناها بها، دونك دو ميل. هنا انا عندي عسل اللي متواجد في الاسواق، ماهوش عسل حر، ولا عندها عسل حر راح يكون افضل وافضل، دونك حيعطي ايفي خير من هذا. دونك نحاول اني نخلط كامل المقادير حتى نجيني اون بات تكون صلبه شويه، تكون دور. وشنو تحاولوا انكم تحلوها بالعقل بماء الورد، الا عندها ماء الورد دونك ديري لها شويه ماء الورد حتى تتحلي. ما عندهاش ماء الورد تقدر تجير ماء الزهر اللي موجود كيف كيف في المنزل، دونك استعملوا الحلويات تحطوه كيما انا حطيته على يدي نقشر، تقدروا تستعملوه الكامل لو كور. وشنو نبدو بالوجه احسن، انا هنا زدت ليه كيما قلت لكم ديما زدت ليه شويه ماء الورد حتى تحلت هذيك لاباط لي عندي، عملته في وجهي خليته بوندون من 10 مينوت حتى 15 مينوت وغسلته. اون فوا تغسلوه تمسحوه بان كوتون يكون نظيف وبالماء الورد، تعقبوه كامل على وجهكم باش تنغلق هذيك المسامات وتمسحوه. ان شاء الله يكون هاد الوصفه عجبتكم، وما تنسوش تديروا ابوني. وصحه عيدكم وصحه رمضانكم، وكل عام وانتم حيين بخير. باي باي.